رسالة في خضم التوتر بشأن الأزمة الأوكرانية. تنشر وزارة الدفاع الروسية صورا تظهر مقاتلة روسية قالت إنها اعترضت طائرات حربية للقوات الفرنسية والأمريكية فوق البحر الأسود. استعراض عسكري لموسكو يتزامن مع حديثها عن تعقد الأمور وانسداد آفاق التسوية السلمية شرقي أوكرانيا. وصلت المفاوضات من أجل تسوية سلمية للنزاع الأوكراني عمليا إلى طريق مسدود، حيث أمن الاجتماع الأخير لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلت نشر زخم أسلحة ثقيلة وطيارات دون طيار على الحدود مع روسيا. رغم هذه اللهجة يجدد الروس موقفهم، غزو أوكرانيا أكاذيب، لكن قواتهم لن تسمح بأي استفزاز أوكراني لحل المشكلة الجارية في إقليم دونباس بالقوة أو التحرك العسكري في منطقتي لوهانسك ودونيتسك، والحديث هنا لرئيس أركان الجيش الروسي. أما الرئيس الروسي فيعتبر النزاع في الشرق الأوكراني بين الجيش والانفصاليين الموالين لموسكو أشبه بالإبادة. على الضفة الأخرى، وغداة استبعاده إرسال قوات إلى أوكرانيا إن تعرضت لهجوم روسي، يهاتف الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني ليؤكد التزامه بسيادة بلاده ووحدة أراضيها. يشكر زيلينسكي بايدن على دعمه القوي في مواجهة التهديدات العسكرية الروسية، إلا أن كييف ترى في دعم الناتو عسكريا ومن خلفه واشنطن أملا بعيد المنال. حلفاء أوكرانيا الأوروبيون يتوعدون من جهتهم روسيا بما توعدتها به الولايات المتحدة من قبل، عواقب وخيمة تهدد بها وزيرة الخارجية الألمانية إن صعد الروس نزاعهم مع كييف، غير أن الوزيرة الجديدة تتمسك بالدبلوماسية خيارا آخر للتعامل مع موسكو، وهو ما أكد عليه أيضا نظيرها الفرنسي في باريس. ناقشنا الوضع في أوكرانيا بالتفصيل في سياق التعبئة العسكرية الروسية قرب حدودها. يجب السعي لوقف التصعيد، ومن هذا المنظور نرحب بالمحادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي، لكن يجب أن نسعى إليه دون سذاجات وبحث دائم عن الوحدة الأوروبية، لأن انقساماتنا في حد ذاتها ستؤدي إلى عدم استقرار حدودنا. بين التهديدات الغربية والردود الروسية عليها، يبدو أن أوكرانيا علقت وسط صراع الكبار. بدأت أزمتها بتقارير عن حشود روسية على حدودها، ولا أحد يعلم كيف ستنتهي.